بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله المحمود على كل حال وفي كل حال، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من هو المسلم الذي نريده؟ نريد أولا هذا المسلم المؤمن الصادق الذي فهم أن صلته بالله يجب أن تكون أقوى من أي صلة، فهو يؤمن ويوقن بأن ربه هو الله الواحد الأحد ويحبه من أعماق فؤاده، فهو بين عبادة وذكر وتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو في دراسة لعلوم نافعة، وقصده في ذلك كله أن يتقرب إلى ربه الذي يحبه ويتقيه. ومن علامات هذا الصنف المبارك من البشر أنك تراه كثير الصلاة، فهو لا يترك أبدا صلاة مكتوبة، بل يأتي بالنوافل ويواظب على قيام الليل، لأنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. نعم، قد يخطئ أو يقع في معصية، ولكن سرعان ما تراه يتأسف ويتوب إلى الله نادما على ما كان منه. علم أن سعادة الإنسان الحقيقية هي في صلته بالله تعالى، وكلما دون الله من الدنيا هالك، ومن تمسك بربه فلن يخيب أبدا. نريد ثانيا هذا المسلم المؤمن الصادق الذي يحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى، فهو يبر والديه وأقاربه وإخوانه وأخواته في الإنسانية، بل حتى الحيوانات لا ترى منه إلا الإحسان، وهو في ذلك يتبع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: على كل مسلم صدقة، قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة تعرش، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال صلى الله عليه وسلم: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهكذا أيها الإخوة في الله والأخوات، نريد المسلم المؤمن الصادق الذي شأنه الأكبر أن يقوي صلته بالله في عبودية تامة، ثم أن يحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله أن نكون على عكس ذلك، فإن الله تعالى ذم من كان على هذه الحال، فقال سبحانه وتعالى وهو يصف من كان من أهل النار: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا شر الكفار الظالمين، وأن يجعلنا من المؤمنين العاملين للصالحات. اللهم أمين.
اللهم أمين.